وسوف تظهر هذه الدولة وكأنها مدينة أشباح. دبت حالة من الذعر في نفوس سكان مدينة درنا الليبية خلال الأيام الماضية، وذلك بعد انتشار مقاطع فيديو وصور لما قيل إنها غيلان تظهر في مناطق المدينة المدمرة. وتعرضت درنا لفيضانات كاسحة ناتجة عن العاصفة دانيال يوم 10 سبتمبر الجاري، أدت إلى مقتل وفقدان الآلاف ومحو أحياء كاملة من المدينة. وعلى مدى الأيام الماضية تداولت صفحات وحسابات بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة صوراً ومقاطع فيديو لما قيل إنها ظلال غريبة تظهر تحت الأنوار الضعيفة في المناطق المعتمة ليلاً، أو حرائق تتسبب فيها الغيلان. وانتشرت قصص الغيلان، وهي جمع غول، كالنار في الهشيم، فهناك من يتحدث عن شياطين تتمثل في أشكال مخيفة أو مضيئة أو نار أو حيوانات مفترسة وتظهر للسكان، ويربط ظهورها بكثرة حالات الموت من جراء الكارثة الأخيرة. وفي مقطع فيديو آخر متداول يظهر رجل ومسعف للتكبير من أمام مسجد الصحابة في درنا لمواجهة هذه الظاهرة المزعومة. وبات البحث عن غيلان درنا على منصات التواصل الاجتماعي تحتل مراكز متقدمة في محاولة للتحقق من ظهورها بالمدينة المنكوبة بعد ادعاءات بظهورها فعلاً. كشف الحقيقة. لكن بدأت حقيقة الأمر تتضح مع استمرار أعمال رفع الأنقاض في درنا، حيث لاحظ رجال اللواء 166 التابع للجيش وجود دمى ملابس بيضاء معلقة بشكل مريب وسط الركام. وأسفرت تحريات رجال الجيش بشأن هذه الملابس عن التوصل لشخصين وراء هذه الدمى، حسب المسؤول في المكتب الإعلامي لدى اللواء 166 عقيلة الصابر. واعترف المتهمان خلال التحقيق معهما بصناعة الدمى وإشعال النار أمامها بين ركام المنازل، وافتعال أصوات وتصويرها على أنها غيلان بهدف نشر شائعات بين السكان وفق الصابر. لم تنتهي مصيبة ليبيا في إعصار دانيال فقط، بل أن الجثث المتزايدة في المنطقة أدت إلى خروج الغيلان في درنا، حيث ظهر الغيلان في صحراء ليبيا وهو من ضمن المصطلحات التي تشير إلى الشيطان. بالإضافة إليه إن الشيخ صالح بن فوزان الفوزان ربطه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدعو فيه للآذان. السلام عليكم. بعد مرور يومين على ظهور الغيلان في مدينة درنا وانتشارهم ليلا في كل مكان، والشيء الذي أرعب السكان، السلطات الليبية تدعو جميع المتساكنين إلى مغادرة المدينة حفاظا على سلامتهم. ومن المؤكد أن في وقت خرجت فيه الجزائر من مستدمر أكل البلاد لمدة 130 سنة، فكان كل شيء مدمر، وكان أمل الشعب آنذاك هو فارس أبيض يسير بالبلاد ويصبح بلد يواكب التقدم العالمي. فظهر هواري بومدين الرئيس الذي غير خارطة الجزائر، فأمم المحروقات وارتفعت قيمة الدينار الذي أصبح ينافس العملات العالمية آنذاك. ستشاهدون في هذا الفيديو كيف كانت الجزائر في عهد الرئيس بومدين. صدقني ستستمتع بالفيديو. ولكن قبل أن نبدأ، عقدان كاملان يمران وما تزال أثار هذه الكارثة عالقة في أذهان العاصميين، خصوصاً سكان الحي العتيق باب الوادي الذي تكبد أثقل الخسائر البشرية والمادية، حيث هلك أكثر من 800 شخص غرقاً في ظرف 120 دقيقة فقط من التساقطات المطرية التي لم تشهد لها الجزائر مثيل منذ 40ات القرن الماضي بحسب تأكيدات خبراء الأرصاد الجوية.
فلنتعرف أكثر على هذه الكارثة وما هي التدابير المتخذة للحيلولة دون حصول هذه الكارثة مجدداً. شب حريق في قاعة زفاف مكتظة في شمال العراق مساء الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص في بلدة مسيحية، وأعلنت السلطات فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث. وفيما راح الدفاع المدني يبحث عن ناجين وسط حطام المبنى المتفحم حتى الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء، تجمع الأقارب المكلومون أمام مشرحة في مدينة الموصل القريبة. وقالت مريم خضر: لم يكن هذا زفافاً، كان جحيماً. وجلست تبكي وتلطم خديها في انتظار خروج جثامين ابنتها رنا يعقوب 27 عاماً وأحفادها الثلاثة الذين لا يتجاوز عمر أصغرهم 8 أشهر. وذكر الناجون أن المئات كانوا حاضرين حفل الزفاف الذي أقيم بعد قداس في الكنيسة. لم تنتهي مصيبة ليبيا في إعصار دانيال فقط، بل أن الجثث المتزايدة في المنطقة أدت إلى خروج الغيلان في درنا، حيث ظهر الغيلان في صحراء ليبيا وهو من ضمن المصطلحات التي تشير إلى الشيطان، بالإضافة إليه إن الشيخ صالح بن فوزان الفوزان ربطه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدعو فيه للآذان عند ظهور الغيلان. وذلك بعدما سمع المواطنين أصواتاً غريبة في وقت متأخر من الليل، وتحديداً في الساعة 3 صباحاً، وأشار بعضهم بأن تلك الأصوات كانت صوت الغيلان، وتم الإبلاغ عن هذه الأصوات في مدينة طرابلس ومدينة غريان، بالإضافة إلى ضواحي تلك المناطق، وتم تكرارها بعد إذاعة أذان المساجد في تلك المناطق بشكل متكرر. الغيلان هي مخلوقات خرافية تعتبر جزءاً من التراث الشعبي والثقافة الليبية. تعتقد الثقافة الليبية لازم نعرف في حال باش نتفق الوضعية تاعنا، لأن نريد أن نذهب إلى الأمام، أن نسير إلى الأمام ونسير بسرعة. عندما تذكر اسم رئيس الجزائر ستسمع مباشرة اسم هواري بوميديان، ذلك الرئيس الأسطوري للجزائر الذي حولها من بلد خرج من حرب طويلة مع مستعمر غاشم إلى بلد أصبح ينافس الدول الكبرى بإصلاحات شملت جميع المجالات. فكيف كانت الجزائر في وقته؟ وما هي الإصلاحات التي قام بها وجعلت الجميع يهتف باسمه إلى اليوم؟ أدى التصحيح الثوري سنة 65 إلى وصول العقيد هواري بوميديان إلى السلطة كرئيس لمجلس الثورة في الجزائر، سرعان ما ترك هواري بوميديان الرجل. إخواني في الله، أحتاج 10 ثواني فقط من وقتك. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صليت؟ جيد، والآن قم بالاستغفار 10 مرات. الآن قد فزت بثواب. لا أريد إعجاب ولا اشتراك، أريد منك فقط أن تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أريد أن نجمع أكبر عدد من التعليقات للصلاة على خير الأنام حبيبنا محمد.